واللي لينا هبتدي الحقيقه باتحاد الكره ولجنه المسابقات ولجنه الحكام، لانه الثلاثه دول الحقيقه بيتحملوا جزء كبير جدا وبشكل مباشر وبشكل صريح عما يحدث للنادي الاهلي. وكتير من جماهير، وانا برضو قلت لحضراتكم انه كتير من جماهير النادي الاهلي الكلام ده انا قلته قبل كده وباكد عليه مره ثانيه، بترى انه اللي بيحصل مع النادي الاهلي هي خطه ممنهجه لتعطيل النادي الاهلي واضعاف قدرته على المنافسه، مش بس فيما يتعلق بالمسابقات المحليه لكن كمان الحقيقه تخطى الامر ده، وخليني اقولها برضو بمنتهى الصراحه، وايضا خساره اللقب الافريقي. ده ظن كتير من جماهير النادي الاهلي. اللي بيحصل مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره انك تخوض، احنا لعبنا 9 ماتشات في شهر رمضان تقريبا. شهر 4 اللي فات ده لعب النادي الاهلي فيه تقريبا 9 أو 10 ماتشات، وده شيء غير منطقي على الاطلاق. 8 ماتشات اتلعبوا في خلال 20 يوم. المريخ، سيمبا، النصر، مريخ سيمبا في افريقيا، سيمبا في نصر في بطوله الكاس، بعد كده الزمالك يوم 18، بعد كده سموحه، مصري ام بي، جونه، محله. دي الماتشات اللي لعبها النادي الاهلي. يعني احنا بنتكلم على مش جدول مضغوط، احنا بنتكلم، ويمكن كابتن سيد عبد الحفيظ لما اتكلم في الموضوع ده قال الاهلي يتحمل جدا ان يبقى فيه فتره يبقى فيها ضغط مباريات عشان يعوض بيها الفتره اللي شارك فيها في بطوله افريقيا او الفتره اللي شارك فيها في كاس عالم الانديه. لكن طبيعي جدا ومنطقي جدا انك وانت بتعمل ده تضع في الاعتبار انه الفتره دي لا تتجاوز 4 5 ماتشات على اقل تقدير، على اكثر تقدير. وكمان خد بال حضراتكم ان انا بتكلم على ممثل مصر الوحيد في دوري ابطال افريقيا. يعني انا لما اسال حد النهارده في اتحاد الكره المصري ايه نوع الدعم اللي قدمه اتحاد الكره لممثل مصر وبطل افريقيا في مشاركته في دوري الابطال في النسخه الحاليه، ايه نوع الدعم اللي اتقدم لممثل مصر وبطل افريقيا اللي حقق لمصر تاني برونزيه في تاريخ مشاركات الانديه المصريه اللي ما شاركش فيها الحقيقه غير النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. قلت قبل كده انه اتفهم انه النادي، انه اتحاد الكره المصري يقف على مسافه واحده، يقف على الحياد من كل الانديه المصريه فيما يتعلق بالمنافسات المحليه، لكن ما فهمش ابدا وعقلي ما يتقبلش على الاطلاق انه ده يبقى نفس المعيار اللي يتم التعامل بيه مع النادي الاهلي وهو ممثل مصر الوحيد في اهم واكبر بطوله على مستوى قاره افريقيا. شيء مش منطقي وشيء مش مفهوم وشيء مش مقبول لجماهير النادي الاهلي، واياك ثم اياك ثم اياك انك تستفز جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي لا يقبل على الاطلاق. مش مقبول، شيء امر مرفوض تماما، حاله التربص الكبيره جدا بالنادي الاهلي. ده واحد. اتنين، تعالوا بقى نحاسب على فاتوره التحكيم. يعني انا ما يتهيأليش ان انا ظهرت في مره على شاشه النادي الاهلي واتكلمت على انه احنا مش بنساند التحكيم المصري، او ما نفسناش انه الحكم المصري يستعيد رونقه، يستعيد مصداقيته، يستعيد ثقه الجماهير المصريه فيه. وقلت قبل كده في مناسبات كتيره جدا ان انا بتمنى انه ظاهره الحكم الاجنبي في المباريات المصريه تنتهي على الاطلاق. يعني كنت متوقع كمان انه بعد دخول منظومه الفار، قلت انها هتكون واحده من اهم ادوات المساعده للحكم المصري في تطوير المنظومه، انه المصداقيه ومستوى الثقه في الحكم المصري يرتفع بعد تطبيق منظومه الفار في مصر، ولكن للاسف الشديد جدا ده لم يحدث. كلام حتى كمان على استقدام حكام اجانب لماتشات الاهلي، وهو امر لم يحسن بعد يعني بشكل نهائي، على الرغم من لائحه المسابقات بتجيز للانديه انها تطلب حكام اجانب ما دام هي هتتحمل تكلفتهم بشكل كامل. وهتكلم طبعا مع حضراتكم في التحكيم فيما هو قادم وهنتكلم فيه باستفاضه، بس الاهم والسؤال اللي لابد انه لجنه الحكام تجاوب عليه، كم نقطه فقدها النادي الاهلي بسبب التحكيم في الموسم الحالي؟ كم مباراه كان التحكيم سبب مباشر في خساره النادي الاهلي لنقاط المباراه سواء بالتعادل او بالخساره؟ احنا وحشين وحشين، بس احنا عايزين حقنا. وفي مباريات كتيره جدا على فكره الاهلي بيبقى وحش جدا، واحنا بنبقى كجماهير نادي الاهلي معترفين انه الاهلي بيقدم اداء سيء جدا، لكن ده مش معناه انك انت تجور عليه او انك انت تيجي على حقه.
وكم من مباريات كتير جدا الاهلي كان فيها سيء جدا، لكن في ظل تحكيم عادل قدر يرجع. طب وهنروح بعيد ليه؟ ماتش المريخ، واحده من اسوأ مريخ السوداني في السودان، واحده من اسوأ المباريات اللي قدمها النادي الاهلي الموسم ده، لكن في لحظه ما كان من حقه يتحسب له ضربه جزاء، وممكن جدا ان ضربه الجزاء دي كانت هي الدافع للعيبه انها تكمل المشوار وتحقق التعادل، وقد كان ده حصل على ارض وعلى ملعب استاد النادي المريخ السوداني في ارضه مش في القاهره هنا. غير مقبول ابدا انه يبقى في غلطه او هفوه واحده من الممكن انها تاثر او تغير في نتيجه المباراه، وخصوصا خدوا بال حضراتكم حطوا تحت اللي جاي ده 10 خطوط حمراء، وخصوصا انه الاهلي او جمهور النادي الاهلي ملاحظ بشكل كبير جدا ازدواجيه في المعايير في الوقت اللي الاهلي بيتم التربص به انجاز التعبير، او في الوقت اللي الاهلي بيكون ليه كتير من الاوقات حقوق في مباريات لا يحصل عليها، بيشوف النادي الاهلي حاله تساهل كبيره جدا بتحصل مع المنافسين. الازدواجيه في المعايير دي تخلق حاله شحن وحاله غضب وحاله تعصب، مش احنا بنتكلم على انه مفيش تعصب في الملاعب ومفيش تعصب في الرياضه، مش ممكن ده يحصل وانت بتغذي ده، مش ممكن ده يحصل وانت بتغيب او بتنسى معايير العداله والمساواه. ما تطلبش من حد من الجمهور اللي بيعشق كيان بينتمي لي، وانا مش بتكلم على النادي الاهلي بس، بتكلم على اي جمهور كوره، ما تطلبش من حد انه ما يبقاش متعصب او متطرف في عشقه وفي حبه لناديه وهو شايف انه ناديه بيتعرض لظلم وان في كتير من المجاملات بيستفيد منها المنافسين. انا مش عايز اتكلم على المنافسين كتير لان انا لا يعنيني ده، بس كان مهم جدا المقارنه دي لان دي بتزود من حده الاحتقان عند الجماهير. ايه قصه التغيير في ترتيب مباريات النادي الاهلي؟ وايه قصه الجداره الرياضيه؟ وهل من الممكن انه الدوري لا يتم استكماله؟ واذا لم يتم استكماله كيف سيتم تحديد البطل؟ كل دي حاجات لازم تبقى مكشوفه قدام حضراتكم وبالتفصيل، وهنكلم عنها النهارده في حلقتنا من الاهلي في رمضان. خليني